الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس إن العراق واجه إعاقة في الإنتاج النفطي بسبب سوء الأحوال الجوية ومسائل فنية. وأضافت المنصة أن العراق ضخ 4,260,000 برميل في اليوم في كانون الثاني بانخفاض قدره 50,000 برميل في اليوم، ورفع نسبة التزامه بمقدار 105%. يأتي هذا بعد أن ضخت 13 دولة في أوبك 28 مليون برميل في اليوم من النفط الخام خلال شهر كانون الثاني الماضي. قال وزير الكهرباء بالوكالة في العراق عادل كريم إن البلاد قد تبدأ استيراد الغاز من قطر خلال 15 شهرا إن توفرت الإمكانات. وبخصوص السعودية، أشار الوزير العراقي إلى أن الخط معها سيكون عبر عرعر اليوسفية وبنظام جديد، مبينا أن المرحلة الأولى لاستيراد الطاقة من السعودية تقدر ب 500 ميجاوات والثانية ب 1000 ميجاوات. هذا وتفاقمت أزمة الكهرباء في العراق بسبب قيام إيران بقطع الغاز عن العراق بعد خلافات حول الديون المستحقة على العراق. أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن العراق دفع 52 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والحكومات بعد دخول الكويت عام 1990. وأشارت اللجنة الأممية إلى ورود حوالي 2,700,000 طلب تعويض في هذا الإطار. تمت الموافقة على 1,500,000 طلب منها بقيمة 52 مليار دولار. وكانت الحكومة الحالية توقفت عن دفع التعويضات في شهر تشرين الأول عام 2014 بسبب مشكلات سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد، ثم عادت لتستأنف المدفوعات في نيسان عام 2018. قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن تقديراتها تشير إلى أن الاقتصاد السعودي نما في عام 2021 بنسبة 3.3% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2020. وذكرت الهيئة أن الانكماش في الانتاج المحلي الإجمالي لهذا العام ارتفع بنسبة 4.1% عن العام الماضي تأثرا بالتبعات الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة كورونا. ونتج الارتفاع في عام 2021 عن تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 0.2%. أظهرت بيانات حكومية مصرية ارتفاع تضخم أسعار المستهلك إلى 8% خلال كانون الثاني الماضي على أساس سنوي مقارنة ب 6.5% في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري إن التضخم على أساس شهري ارتفع بنسبة 1% في شهر كانون الثاني الماضي عند النقطة 119، مضيفا أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بنسبة 7.3% في شهر كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9% بالشهر الذي سبقه. ويعتبر المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وهذه انتقالة لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.